ستة مراهقين في مدينة هارلو شرقية لندن أطلقت السلطات سراحهم بكفالة مالية إلى حدود 7 أيام أخرى، وذلك إثر إيقافهم للاشتباه بقتلهم رجلا بولنديا بدافع الكراهية. ويقول السفير البولندي لدى بريطانيا: البولنديون يعيشون في بريطانيا منذ عقود عدة وربما منذ قرون، وآمل ألا يتكرر ما جرى مستقبلا. ومن سوء الحظ هناك الكثير من هذه الوقائع التي جرت إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك مجموع نحو 15 أو ربما 16 حالة في مثل هذه الوضعية. وكان الرجل البولندي نقل إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح على مستوى الرأس إثر تعرضه للتعنيف يوم السبت الماضي، ولكنه توفي مساء الاثنين. وأشارت الشرطة في البلاد إلى ارتفاع نسبة الجريمة بدافع الكراهية في بريطانيا إثر تصويت على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.